بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب النكتة ابن الحظ ابن الليل الريس سدي. ولك مرة واحد سباك دخل القهوة كسب الدوش غرق القهوة. مرة واحد ماشي على بحر اسكندرية يقول المصيف لقى واحد غرقاه فنزل يطلعه، بعد ما طلعه لقى الميكروفون بيقول ايه اللي يعمل خير يرمي البحر شال ورماه تاني. مرة واحد صعيد راح يشتري ساعة لقاها غالية اشترى خمس دقايق. مرة واحد صعيد ماشي بالليل لقى جواب على الأرض، لبس النضارة وقاعد يقرا لقى مكتوب فيه بيك سب وجاي. أقول تاني. أيوه. مرة واحد نايم مع مراته بس لقى الدار دايرة تخبى، قلت له قوم يا راجل ده عشان الحرامية هتسرقني، قال لها بقول لك إيه روحي أنت عشان يكون حرامية حريق. كمان واحد كمان واحد والنبي يا ري كفاية بقى ده كمان واحد كفاية بقى ده كمان واحد. مرة واحد صعيدي راكب القطر جام التمثالي راح بقول له فين التذكرة يا ابني؟ قال تذكرة ايه؟ معيش لا فلوس ولا تذكرة. جيب لك ملكح له بالجلة. قال لا لا يعني كده خلصت؟ قال له ايوه خلصت. قال طب والنبي كمان واحد؟ جيب اديله كمان واحد. قال ما تدفعش يا حسنين الحساب خلص يا حسنين. لا 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 لا.